بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أبدأ أولا بشكر منظمة الأسيسكو والتنويه بهذه المبادرة الثقافية الموفقة في شهر رمضان، شهر القرآن، شهر القراءة والحفظ، ونحن أمة قراءة وحفظ. وأنا سعيد بأن أخاطبكم للإدلاء بدلوي في هذا الموضوع الواسع ذي الأطراف المترامية، ولكني حرت في أمري، فمن أي زاوية أتناول الكلام؟ تكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد. ولكني في النهاية حسمت رأيي وقررت الدخول من باب المطالعة. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. وأبدأ بلمحة خاطفة عما قيل في أهمية وفوائد القراءة، ولا إخالني كنت بحاجة إلى التذكير بمكانة القراءة لدى أمتنا، لولا ما شاهدناه في العقود الأخيرة من هجران الناس للمطالعة. لقد خلق الله الإنسان وزوده بوسائل اكتساب العلم والمعرفة من سمع وبصر وعقل، قال تعالى في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ونحن أمة قراءة، فأول آية نزلت من القرآن كما هو معروف تحض على القراءة سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والذي أقصده هنا هو المطالعة، أي أخذ المعلومات من الكتاب الورقي، للقراءة المنتشرة اليوم عبر شاشات الهواتف ولوحات الأجهزة، ضمن النشاط المحموم لشبكات التواصل الاجتماعي التي يقول أحد كبار الكتاب المعاصرين: إنها أعطت الحق لجحافل الأغبياء، فعم ضررهم بعد أن كانت أحاديثهم محصورة داخل الحانات، فأصبحوا اليوم يتمتعون بنفس الحق في الكلام الذي يتمتع به الحائز على جائزة نوبل. فالفرق إذن شاسع بين القراءتين تماما، كما هو شاسع بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة الاصطناعية. وشكرا جزيلا.